صار 10 نهار 6 كانوا قالوا لنا بانهم غادي يديروا لينا السكولير، ما جاش. ملي ما جاش عاوتاني درنا مظاهره وقالنا صافي غادي يجي. ملي جا دوز معنا واحد السيمانه نهار الجمعه في الصباح ما جاش عاوتاني، قالوا ليه عاوتاني درنا عاوتاني مظاهره، صافي بقى كيجي مره كيجي معطل، مره كيجي في الوقت. عاوتاني في الصباح كيجي لنا مع السبعه قد، هو نورمالمون خاصو يجي حتى السبعه وربع، عاوتاني كيجي حتى السبعه قد وكيزيد وكيخلي الطلبه مع السبعه الصباح منشورين وجوج طوبيسات، يلا الا وصلتي مع الثمانيه لافاك. داكشي علاش حنا دابا درنا مظاهره باش يحددوا لنا الوقت. وحتى دابا عاوتاني ماشي اول مره يديروا لنا، ثلاث المرات هما كيديروها لنا، رابع مره عاوتاني كيديروها لينا وما كيجيش عاوتاني السكوله. وحنا دابا بينا نوقفوا هذا الشيء باش حتى حنا درنا السكوله، حتى حنا راه باغيين كنقراو، حتى حنا باغيين نكملوا قرايتنا، ماشي هذوك يقراو حنا ما نقراوش. السلام عليكم خوتي، هاد الدراري كيقراو سبهم هذاك الشاف ديال الطوبيس قال لهم كلام خايب، وانا كمواطن عادي شاهد على هذا الشيء وسمعته بودنيه. وقال لك سلت سراولكم، قال لهم سلت سراولكم ماشي سوقي، انا قعدوا هنا ونعسونا، انا ماشي سوقي. تديهم فابور كلشي كيخلص، فهمتيني؟ هو الشاف ديالهم هو خصو يهضر على هذا الشيء، ماشي خاص يجي البوليس يجي داك الشيء اللي فرد. انا باغي نمشي للكوكي دابا ولا الاموني، انا ما لقيتش، هما معطلين عليا، باقي بلا غدا، انا باقي بلا غدا. يلاه غادي شاري الطوبيس ما كيجيش في الوقت، حنايا كنبقاو نتسناو فيه، كيدير معاك كل مره كيجي في الوقت، ولكن ما كيضبطش معنا الوقت ديال القرايه. وهادشي اللي قالوا الدراري هو اللي كاين، فهمتي؟ خاصهم ضروري خاصهم يشوفوا شي حل بنادم السكولير. مع الصباح كان سكولير مع الجوج سيرين نتسناو فيه حتى مع 35 بيجي قال لك لا ما كاينش سكولير، بنادم عندهم ليكزام مع الجوج قد خصو يدخل ليها. وصاي قال لك بيجينا هنا جايبنا حتى هنا ما بغيناش ننزلوا، وقال لك سلتوا سراولكم وقعدوا لنا. شنو سلتوا سراولكم؟ ما عندو لا ولاد وما عندو لا بنات لا حتى حاجه، راه حشوم هادشي، الله يلا حشوم. هاد خوتنا هادو اخويا كانوا جايبين طوبيس فيه نمره 18 ياك، جاو تا وصلوا الدراري طلعوا الطلبه، هو يقول لهم قلب لهم النمره، قلب لهم واحد، بنادم كيشوف الواحد طلع، فهمتي؟ طلعوا ديال 18 وديال الواحد، شو قال لهم؟ لا ريح، هذا ماشي 18 وماشي واحد، هذا ما عرفناش، دبروا راسكم. هو زاد في حالاته، قال لهم تفاهموا بيناتكم. واش هو اللي يورينا ان طوبيس هذا ولا حنا اللي نوروا؟ حنا اللي قارين نمره 18، بنادم قارن نمره 18 باغي يطلع يقرا، ومن نزلنا قال لهم فسخوا حوايجكم اللي بيطلعوا، قصرتوا حوايجكم اللي بيطلعوا. قال الدريات كيقراو في مدرسه، خاص بنادم يهضر على هذا الشيء اخويا، راه بزاف راه تعداو علينا في هذه المدينه. بدات هذه الشركه ديال فيكتاليا حيدوا لنا السكولير بمره، قال لك باللي هما ما عندهمش هذا الشيء ديال السكولير ما كاينش. مني دوينا معاهم درنا وقفات احتجاجيه، حيت حنايا بالنسبه لنا حنا ساكنين في الجنوب، عندنا جوج الخطوط اللي كنركبوا فيهم باش نوصلوا لافاك. المهم مني دوينا معاهم درنا وقفات احتجاجيه بزاف د الحوايج، قالوا لنا بلي نهار 16 شهر 10 غادي يعطيونا السكولير ديالنا، الخط ديالنا غادي يدينا من اموني لافاك نيشان. جابوا لنا السكولير، ما جابوش لنا في ديك الوقيته اللي قالوا لنا، عاودوا داروا معنا وقيته اخرى جابوه لنا. فاش جابوه لنا ولا كيتهرب علينا، ما بقاش كيجينا في الوقت، ولا بعض المرات كيخلينا واقفين حتى كنجيو مع النمره واحد حتى لهنايا التيرمينيز الطوبيس. عاد فاش كنقولوا ليه دوي لنا مع شي مسؤول باش يدينا لافاك راه حنا معطلين، كيدوي بعض المرات شي شوافريه كيديروا معنا المزيان كيدويو مع المسؤول كيقول لي صافي واخا غير ديهم. المهم ملي جينا اليوم تعطل علينا سكولير حتى الجوج لاربع، وحنايا مازال في البلاكه في اموني، اضطرينا اننا نركبوا في النمره واحد. جينا هنايا للتيرمينيس، ملي هضرنا مع المسؤول اللي هنايا كيقاد الخطوط ديال الطوبيس، قال لنا بلي سيدي انا ماشي سوقي. قلنا ليه دواها مع شي مسؤول ولا شي حاجه اللي يتدخل، راه حنا قاريين يعني ماشي كنتفلا. مني جينا هنايا كندواو معاه، جاوبنا بواحد الكلمه اللي ما كتسمعش، قال لنا سيدي سلتو سراولكم نتوما كاع ونزلوا تسرحوا في الشانطي، انا ماشي شغلي، انا ما عندي حتى شي مشكل، دبروا ريوسكم، ما عندي حتى شي نمره ديال شي مسؤول، ما عندي حتى شي حاجه اللي غادي نديرها معاكم. وبقى كيسب فينا ويشتم فينا وهو واقف وكيضحك عادي وكيقول لك سي با مون افير. حنا دوينا معاه غير على يعني بادب وبهذا باش غير يجيب لينا غير سكولير ولا يدير معنا غير شي حل، فاذا به ما كيتسوقش لينا وكيقذفنا ويشتمنا. 30 دقيقة ماشي في سكولار، من تقريبا حتى 20 دقيقة في سكولار حتى لافاك. إلا ما كانش لافاك خاصنا جوج تاع، يعني غير بالروطار ديال كتسنى الطوبيس وهذا عندك حتى ساعة، يعني عندنا مشكل كبير. واش هاد الاداره اللي بغينا نعرفوا، هاد الاداره ديال النقل واش ما فيها لا مسؤول لا مدير لا الناس يتحملوا مسؤوليه. الدريات ديالنا من الرياضه بغيو يمشيو يطلعوا ديالهم، حنا جايين من الخدمه عندنا وراقينا بغينا نطلعوهم في الاداره الفوق، اما حرمونا بزاف. وهادشي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد المدينه راه ما كاين معها من الدوي، الحق ديالنا راه مهضوم مهضوم مهضوم.